العنوان اللي هم عاملينه اللي هو اتحاد الكورة عامل عنوان على الموقع بتاعه أو على المركز الإعلامي بتاعه: اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد. بس حلو، إيه هي الاقتراحات؟ مفيش. هو استمع وخلاص. من الناحية التانية يبقى انت معكش ورقة عمل. بعدها بقول لك يبقى انت معكش ورقة عمل يا كابتن. بالظبط، مفيش حاجة. أو انت كده حتى ما ناقشتش أفكار الناس دول إيه، ثم أعلنت مباشرة. ما حدش يتقدم يا جماعة بأفكار، مع احترامي يعني، اللي حصل كله في الاجتماع. مين اللي يقدم؟ رئيس اتحاد الكرة ولا الناس المجتمع؟ لا دول ولا هو دول. هو يعني الصورة الأندية بس قالت رأيها في وجوب استمرار الكأس لأنها بطولة الناس بدأتها، عندهم رعاة وعندهم التزامات. اتحاد الكرة تلقى زي ما قلت العنوان سماعي بس، لدرجة ان بعض اللقطات بتيجي والناس بتكتب حاجات وتديها لبعض على المنصة يعني يستمع بس كله سمع بعضه، وبعدين قال لك طب هنشوف، شكرا مع السلامة. شفنا الصورة واضحة كده، احنا شفنا كمان ده مش تبت، مش هنشوف ده، احنا شفنا احنا شفنا بعدها بساعة. ايوه انا بقول يعني اللي اتقال للزملاء وهم نازلين اعضاء مجلس الادارة ثم للزملاء ايضا الصحفيين اللي تحت، كل حد خد من مندوب نادي كلمتين ارسلهم الى مقره الاعلامي او الصحافي. تمام، بعد شوية راح نازل الجدول بقى اللي محمود وحضرتك قلتوه، 1 2 3 4. طب 1 2 3 4 ده هل هو قابل للنقاش ويلتقوا يوم الثلاث تاني؟ لا لا لا، ولا سبق السيف؟ لا قابل ليه؟ على فكرة قابل قرعة يوم الثلاث على فكرة ما لهاش علاقة بالحوار ده كله. أنا شايف إن هو إعلان القرعة يوم الثلاث. أنا قرعة الدوري. لما اللجنة برئاسة أحمد مجاهد بترمي الكرة في ملعب الأندية لاستشفاف ماذا ممكن يحصل في الفترة الجاية. أنا هاخد كلامي من كلام الامتصاص يعني. يعني هما يعني ما عندهمش يعني، قد يكون عندهم فكره معينه بس مش عايزين هما اللي يقولوها يخلي الانديه تقول. انا اتصور انه كاس مصر مش هيكمل، انا اتصور هذا يعني. مين سيسمح بكده؟ ما في الاخر انا كنت هاخد من كلام الاستاذ محمود بيقول لك ايه، اتحاد كره القدم يجب ان يلزم الانديه بهذا. هو في حد ممكن تلزم الانديه كاتحاد كره قدم وتقول لهم اعملوا كذا؟ لا يعني كاس مصر محدد له 13 سبتمبر. طيب يعني التحام مباشر مع منتخب مصر في مهمته مع الجابون وانجولا، يعني مفيش فتره. لا 13 سبتمبر واحد مباراه، المباراه الاولى يوم 1/5/1/9 والمباراه الثانيه 5/9. يعني مفيش فتره، اديك اسبوع اجازه. طيب مفيش فتره يعني الانديه يعني تاخد فيها نفسها وتستشفي من الاصابات اللي عندها او اللعيبه ترتاح. فطبعا انا اتصور يعني مش هقول خبر وانما اقول نص خبر ان كاس مصر مش هيتلعب، وده لصالح المنتخب من ناحيه ولصالح الانديه من ناحيه تانية. لانه طبعا كمان في نقطه مهمه كابتن اسلام، في عدم عداله هنا. الاهلي اذا مفترض انه هيلعب يعني ربنا لو اتلعب كاس مصر هيلعب 4 مباريات يعني. لعب ثلاثة غير النهاية، غير النهاية 4 يعني لو عشان نوصل النهاية يبقى 4، بينما غيره بيلعب مباراة واحدة بس. فطبعا يعني المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها في الدوري ان الاهلي في حاجة و50 يوم لعب 19 مباراة هتتكرر مرة أخرى، وهيبقى يعني مع ارتباط الاهلي بالسوبر الأفريقي وارتباط الاهلي بالسوبر المصري لم يتم الاعلان عن اي شيء فيما يخص السوبر المصري. لم يتم اعلان اي شيء، بس في محدد السوبر الافريقي محدد، مونديال الانديه محدد. فبالتالي يعني دي عدم عداله، يعني في عدم عداله. ايوه، في فاتصور ان كاس مصر من الصالح الانديه كلها ومن صالح مسابقه الدوري الجايه انه ما يتلعبش. ازاي يا استاذ سامي؟ انا كنادي اهلي، انا مثلا كاس يعني ولا بيتكلم على كاس مصر؟ كاس كاس مصر. لا برضو انا كنادي اهلي مثلا خسرت وعايز اخد البطوله الثانيه غير كده وكده، في استثمارات بيتم وضعها في الكاس من خلال الرعاه. ده لو الانديه عايزه الرعاه نفسهم يعني. باجي لك من الحته دي، انا بقول لك ان هو عايز مش قادر ياخد القرار، وربما مستني الانديه تقول له. مفيش توجه لغايه دلوقتي حسب الكلام ده لالغاء. انا بعرض التداخل الموجود. لا انا بقول لك الموجود الانديه هيحلوها ازاي مش عارف. الانديه شركاء استاذ سامي مع الرعاه، الرعاه نفسهم لهم حقوق مستنين يحصلوها مع استمرار مباريات الكاس يا جماعه. يعني مين بقى يعوضهم؟ ده انت مش هتبطل كوره
وتترك حقوقك كنادي، ده انت كمان ملزم بسداد حقوق الرعاة، وبالتالي يعني بسيطة ما تستبسطهاش.